أكبر 5 دول في العالم من حيث المساحة. الدولة الخامسة هي البرازيل، مساحتها 8.5 ملايين كيلومتر مربع، وهي البلد الأكبر في أمريكا الجنوبية، وتغطي غابات الأمازون غالبية أراضيها. رابعاً الولايات المتحدة الأمريكية بمساحة تبلغ 9.5 ملايين كيلومتر مربع، وتمتاز بتنوعها الجغرافي من الصحاري القاحلة والغابات والسهول الخصبة والسواحل. ثالثاً الصين بمساحة 9.6 ملايين كيلومتر مربع وكثافة سكانية عالية، وهي ثاني أكثر بلدان العالم سكاناً. ثانياً كندا بمساحة تصل 10 ملايين كيلومتر مربع وغالبيتها متجمدة وغير مهولة. أما أكبر دولة في العالم فهي روسيا بمساحة تصل 17 مليون و100 ألف كيلومتر مربع، تمتد عبر أوروبا الشرقية وشمال آسيا.